افتتح في مدينة رام الله معرض بانوراما 50 عاما على الاحتلال الذي نظمته مؤسسة هنريش بيل الألمانية في فلسطين والأردن، وذلك في قاعة مبنى بلدية المدينة بحضور عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين ولفيف من المسؤولين، بهدف تسليط الضوء على مرور نصف قرن على احتلال القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. يعني هذا معرض مبادرة الحقيقة إيجابية وقيمة جدا، لأنها تعيد تذكيرنا ليس بتاريخنا فحسب وإنما بالتواصل الآن ما بين الماضي والمستقبل. هي مبادرة من مؤسسة ألمانية، ولكنها أيضا تدل على روح التضامن والرؤية. وبالنسبة لنا كشعب فلسطيني علينا دائما أن نذكر تاريخنا ونتذكر ما هو ماضي لنا، ولكنه يؤسس للمستقبل. فأنا برأيي الشارع الفلسطيني عليه أن يكون هو المبادر في ذكرى الماضي وفي التعلم من التاريخ وفي الانطلاق نحو مستقبل أفضل. وضم المعرض 10 لوحات والصور التي عرضت على منصة تمثل جدار الفصل العنصري وجسدت التاريخ الفلسطيني منذ الاحتلال عام 67 وحتى العام الحالي، والتي مثلت أهم المحطات التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ احتلال عام 67 مرورا بحرب أكتوبر عام 73 والانتفاضة الفلسطينية الأولى وانطلاق عملية السلام وإقامة السلطة الفلسطينية وصولا إلى هبة الأقصى. استعراض زي بانوراما لكل سنوات الاحتلال الماضي 50 سنة عن طريق المعرض اللي انت شايفه، اللي هو عبارة عن بوسترات كل سنة الى بوستر ومحطوطة على ستاندات على شكل جدار الفصل، وكل سنة فيها اهم الاحداث او بعض اهم الاحداث، لانه مستحيل نوصف كل الاحداث كل سنه بسنتها، مع اختيار بعض الصور اللي قدرنا نحصل عليها. احنا مستهدفين بالاساس الجمهور الفلسطيني وخاصه جيل الشباب، وعشان هيك المعرض سينتقل بعد 3 ايام من هون سننتقل الى الجامعات الفلسطينيه، ونأمل أنه نشجع الشباب على الأقل لما يشوفوا بعض الأحداث ممكن نحفزهم أنه يتعرفوا على تفاصيلها، يروحوا يبحثوا شو أصل الحدث الفلاني أو القرار السياسي الفلاني أو لماذا كان هذه النتيجة أو تلك اللي أثرت على مسيرتنا خلال 50 سنة الماضية. وقال القائمون على المعرض إن الهدف الأساسي منه هو تذكير الفلسطينيين وخاصة الجيل الشباب منهم بأهم المحطات التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية على مدار سنوات الاحتلال 50، ومنحهم الفرصة للبحث عن أهم المحطات خلال هذه الفترة. بصراحة من سنة وأنا بفكر في إشي له علاقة ب50 عام على الاحتلال، خاصة احتلال الضفة والقدس وقطاع غزة، والأهم في مرور 50 عام على الاحتلال هو إعادة الذاكرة وإحيائها في أبرز الأحداث اللي صارت على مدار 50 سنة اللي مضت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، والأهم هو إعادة هاي الذاكرة للجيل الشاب وللناس اللي ما عايشت أهم الأحداث أو ما مرت عليها من خلال قراءاتها أو دراستها أو مدارسنا أو جامعاتنا. فكرة المعرض الأساسية أنه يحيي هاي الذاكرة، وكمان جزء من الأفكار المهمة أنه هذا المعرض يفترض أن يجوب 6 جامعات فلسطينية على الأقل، إن شاء الله ممكن يتم عرضه في الخارج بلغات مختلفة، وهذا جزء منه إعادة الاعتبار وزي رسالة لكل الناس اللي ضحت واللي عاشت هاي الفترة وناضلت ضد الاحتلال. ويستمر المعرض لمدة 3 أيام وسيتم نقله بعد ذلك إلى كافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى عرضه خارج الأراضي الفلسطينية.